لا تيليكوموند خساره، ما عندناش شي اتصال هنايا في الدار، ولكن غادي تستضاف دار ماما عزيزه ياك. لا فريمون مهم فل. أنا باقا ما حماقيتي. اسمحوا لي نسياتكم، ما يمكنكمش تفهمونا حنا الشعب. قلتي ليش كي جاك معلم عزيز؟ إوا لالا تهلالي في راسك باش تزيدي تصغاري. أي قصحتيني. مازال درتك كتحرقك من نهار الكسيفة. ولا باس عليك الحبيبة. لالا ما عندك قلب. أنا ما كنفهمش علاش كتخليه يدير لك هكا. شوف هاد الزوفري كيفاش خلاك. كنبغيها صاحبتي كنبغيه، وما نقدرش نعيش بلا بيه، وزيدون راه ما كيخصطليش خاطري وكيتهلا فيا مزيان. ولا الحق الزمان باش نخلي الراجل يمد يدو فيا. وانتي كرهتيه؟ النهار اللي مات المرحوم كنحس براسي بوحدي. شتي كون كنت غير ولدت مع شي بنيته ولا وليد بعدا نشوف فيهم غير باهم. واشنو هي المفاجاه الزوينه اللي بغيتي تقولي ليا؟ ياك ماشي راجل العفريته. راجل مصبوك. انا راجل. الله يعطيك شي خير، ضحكتيني واخا ما فيا اللي يضحك. شتي المفاجاه شنو هي؟ بنتك نوال. نوال؟ ايه بنتك نوال. عندك شي خبر عليها؟ هضرت معاها في التليفون وغادي نشوفها. باتو؟ ماما كون ماشي حمقى، وهادشي اللي قلته كله صح، وانا بوحدي شاهده على كلشي. حفيظه حفظت لي حماقتي. الحقيقه با كون ما كانش في خبر هادشي، وعيات ماما كون ما تحاول تفتحوا في الموضوع، ولكن ما كانش كيبغي يسمع لها. بارك عليا. اقترح لي امير نقرا عنده في المدرسه. امير؟ ما عمرك باقي تذكر لي سميتو. وقريتك تقيتي ولا مازال؟ خصني تكون معاه في المدرسة. غير حيدها من بالك، هادي لا عمرها ما تكون لك. هاد القراية غتاخد لك وقت بزاف. وقت لي خاص. ما بغيتش امير يتكرفص عليك. انا اللي مكرفص عليه. بس هذا كان اللي كنعرفه مزيان. وقته كله مخصو ليا باش نزيد لقدام. هادشي باغي تزيد لقدام؟